لكن ما زالت أصداء انطلاقة قناة الأهلي مستمرة بشكل جيد خلال الساعات القليلة الماضية، وهناك اهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم. ثلاثة من الكتاب الصحفيين المهتمين جدا بالكتاب عبر تويتر والسوشيال ميديا، أبرزهم بالتأكيد الصحفي الأرجنتيني نيهول لانزون، كتب عبر تويتر مع إرفاق صور لقناة النادي الأهلي في الشكل الجديد والتطوير الجديد، وعلق وقال إنه النادي الأكبر والأكثر شعبية في إفريقيا. أيضا كمان الصحفي الموريتاني لسانا كامارا، وهو أحد الصحفيين العاملين والخبير الإعلامي في الاتحاد الإفريقي ويعمل في بي بي سي أفريقا، نشر صور من الافتتاح الجديد للقناة قدامكم على الشاشة، وعلق عليها وقال إنه النادي الأكثر نجاحا في إفريقيا. كمان حساب على تويتر لأفريكان سوكر على تويتر، وهذه أو هذا الموقع طبعا بالتأكيد موقع رياضي في جنوب إفريقيا، نشر صور لقناة الأهلي أيضا من خلال الشكل الجديد، وعلق انطلاقة جديدة. كان في كثير من التعليقات احتفالا بهذه الانطلاقة للنادي الأكثر شعبية في إفريقيا. بالتأكيد شفنا يعني كلام مهم جدا لعدد من الصحفيين الأفارقة، وعدد من الصحفيين في بعض وسائل الإعلام من خلال بعض دول العالم، وهما بيتكلموا على الانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي.